السلام عليكم. اليوم رانا في ساحة الشهداء على مستوى إذن العاصمة الجزائرية، ونروح في رحلة بين ساحة الشهداء إلى باب عزون باتجاه ساحة بورسعيد لنقف على العملية تاع الترميم نتاع البنايات، إذن واللي راهي الآن العملية متواصلة في كل أرجاء المدينة نتاع الجزائر العاصمة. وهنا نلاحظ أنه هذه البنايات التي يعني أقيمت حول الساحة نتاع ساحة الشهداء، إذن تعتبر أولى البنايات التي تم إنجازها مع بداية الاحتلال الفرنسي في الجزائر. هذه أقدم بنايات على مستوى إذن المدينة نتاع الجزائر، ولاحظ أنه الشكل نتاعها بسيط نوعا ما، وما فيش ديكورات ومجسمات. إذن نستمر في الرحلة، وللعلم أن المنطقة هذه تعرف اكتظاظ كبير بسبب الباعة الذين أخذوا الطريق كلها، ويعني بسبب هذا التجارة نتاع الشوارع هذه أصبحت الآن مكان هذا مكتظ بالباعة. لازم الدولة تلقى لهم حل في إنشاء أسواق يعني منظمة ونموذجية لاستيعاب هذا السوق هذا. إذن لا بد من حلول للقضاء على هذه المظاهر الاجتماعية في المدن تاعنا. إذن نستمر في الرحلة هذه باتجاه إذن شارع باب عزون، وهنا نلاحظ أنه حتى الأرضية تاع الطريق تم إذن استعمال البافي، هذا بافي مش حجري، بافي مخدوم بالخرسانة، ولكن يعطي شكل جميل. هنا نلاحظ العملية نتاع التجديد نتاع الأرضية نتاع الطريق هنا، ونزيد نقترب إذن إلى حي باب عزون. إن شاء الله نكمل الرحلة تاعنا إلى حدود ساحة بورسعيد وما إلى ذلك. إذن هنا لاحظ العمارات نفسها هي بطراز معماري بسيط كما قلنا، والآن ندخل في الشارع هذا، هو شارع باب عزون اللي عرف عملية نتاع التجديد هذه أكثر من عامين، والآن الآن عرف المرحلة الثانية تاع التجديد نتاعو، هو تبديل البلاط نتاع الأرضية لريفيتمون سول إذن على الطريق نتاع باب عزون. إذا تم وضع البافي هذا في مكان الخرسانة الزفتية، ونشوف أنه الشارع هذا رائع، يعني الشارع فيه أقواس وكذلك بنايات مش عالية كتير، فيه زوج طبقات للطبقات، ويعتبر الأحياء الأولى اللي تم إنجازها قبل من الأحياء نتاع العربي بن مهدي وحي البيت المركزي، ولا البناية يعني البناء نتاع مدينة الجزائر العاصمة انطلق من منطقة القصبة، وبدأ في الانتشار والتوسع باتجاه إذن باب الواد، وكذلك باتجاه البلد المركزي إلى مناطق أخرى. إذن هذه الأحياء الأولى التي تم إنجازها. وهنا نشوف حي رائع بعد ما تم التهيئة نتاعو والتجديد ديالو تاع البنايات حول الشارع هذا، أعطانا الشعر يعني شيء جميل جدا. وممكن هذا النوع من الأحياء هذه ممكن إذا قدرنا لأنه في كل المحلات هنا فيها محلات نتاع تسوق، هي ممكن تحويله إلى سوق إذا تم التغطية نتاعو. ممكن نقدر نغطوه الطريق هذا بطريقتين، الطريقة الأولى هو تغطيته بالأضواء، شبكة نتاع الأضواء على طول الطريق تعطي شكل رائع. هذا أول الطريقة الأولى، طريقة خفيفة بدون ما نغير من يعني الوجهة نتاع الطريق هذا ولا لا ديستيناسيون نتاعو. وكذلك في طريقة أخرى لتغطية الطريق، وجعل منه سوق، سوق كما في سوريا في المشرق
تغطيته بالكامل ويجعله سوق منظم ومهيكل، وما تعودش السيارة تدخل داخل، يبقى غير للمشاة ويصبح كسوق مفتوح يعطي شكل جميل جدا. الفكرة الثانية هذه ممكن نطبقها في كاين طريق موازي، طريق بارشي دلالير سمو لارو دلالير، هذه الطريق ممكن نطبق الفكرة هذه ونحوله إلى سوق بتغطية الطريق كلية. أما هذا ف يعني نكتفي بتغطيته بشبكة من الأضواء بشكل يعني فني تعطي شكل جميل إذا كان فيه شبكة على طول الطريق، هذا شبكة ضوئية. إذن الآن عندنا شارع رائع بعد ما تم التهيئة نتاعه، يعني العملية هذه تستمر في كل شوارع المدينة الجزائر. لهذا السبب بعض من المحللين والعارفين بشؤون التهيئة الحضارية صنفوا الجزائر من بين الوجهات الأكثر رواجا مستقبلا، سوف تكون وجهة يعني بارزة في ميدان سياحي. إذن العمل يبقى متواصل وفيه أمور أخرى لازم نراعيها في هذه التهيئات، كمثلا يعني الأسلاك الكهربائية، وكذلك البوردير تاع الرصيف من الجهة الداخل يجب له بماذا ما لم يعني تنتهي الأشغال. إذا فيه لأنه العملية تاع التجديد الحضاري هذه هي عملية متكاملة يعني تحتوي عدة محاور، مش غير البنايات فرق، يعني فيها عدة محاور الإنسان نقدر نطور فيها ونجدد فيها. إذن هذا هو الشكل الرائع، البناية أصبحت جميلة جدا خاصة بعد ما تم تهيئة نتاع الغلاف الأرضي أو الخرسانة هذه. هنا نلاحظ هذا النوعية، هذا اسمنت سجو بيتون. إذن هذا هو العمل. هنا تحبس الأشغال، وهنا نقترب من شارع حي بورسعيد، الحي المقابل للمسرح الوطني. إذن ونكتفي بهذا القدر، إلى فيديو آخر، إلى حي آخر، إلى مدينة أخرى، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. Thank you.